سفير الجمال، سفير الجمال في العالم العربي، طبيب ليس كغيره من الأطباء، عبر الدول بإنسانيته قبل عمله فاستحق عن جدارة لقب إمبراطور. أسميته الدكتور كينغ الملك، الذي سطر بتاريخ لبنان الفني فقرة من ذهب بمهرجان كرم فيه المبدعين والكبار في عالم التمثيل والفن الغنائي والمسرح والرياضة والإعلام بمهرجان الزمن الجميل. أكيد عرفتوه، دكتور هراتش سغبازاريان، اسمح لنا بتقديم الدرع تكريمي لإلك من مهرجان زهرة الوزيري. إذا بيريد أستاذ خالد السيد ممكن يكون معنا؟ أستاذ خالد؟ مدام زهرة؟ تفضل. أستاذ خالد؟ ما تغطوا علي كيف؟ أستاذ خالد تفضل. أستاذ خالد كمان لجنة مهرجان الزمن الجميل قام من لبنان، شكرا لحضورك إلى هذه المنطقة. يعني أنا شرف كبير إنه كرم كبير من بلادي الدكتور هراتش سغبازاريان يلي مجملنا، بتفوت لعنده مرتي ما بقعد بعرفها. وبشكر الحاج عماد عبد الله اللي يعني نشاطه كتير واسع ومشرف على هالمهرجان. دكتور هراتش ما قادر أعبر عن سعادتي وشكري لحاج الزمن الجميل. طبعا أنت جميل والزمن جميل. أنا بدي أقول إنه أول مرة بيجي عجنوب وأول مرة بزور هالمنطقة. بصراحة حبيت كتير وما حسيت حالي غريب، حسيت حالي ببيتي. وأنا بعودكم بالنسبة للزمن الجميل سنة عن سنة رح نكبر أكثر، رح نقوى أكثر، ورح يزيد محبتنا للبنان، ورح نفرجي للعالم إنه لبنان مش نقطع خريطة، لبنان بلد الحضارات. شكرا لكم. لا صورة صورة.